طلعت من حلب جيت على قامشلي. هنيك حكوا لي عن هاي القرية، قالوا لي إنه في قرية اسمها قرية المرأة، إنه هاي كتير منيحة مشانك ومشان بنتك، يعني قرية فيها أمان وفيها مثلا كذا مجالات فيك إنه تشتغلي تتعلمي شغل هون، حتى إنه دراسة كمان، يعني فينك إنه تكملي دراستك وكذا. يعني عجبتني هاي الفكرة.